وبركاته. أهلا بكم من جديد، ونتحدث اليوم عن آلام القضيب أو ألم العضو الذكري، ما أسبابه وما وسائل علاجه. محدثكم الأستاذ الدكتور أسامة كمال شعير، أستاذ طب وجراحة الذكورة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة بمصر، والأستاذ بالأكاديمية الأوروبية للذكورة والحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية. آلام العضو الذكري شأنها شأن أي شكوى من الشكاوى الطبية، لها أسباب فيزيولوجية طبيعية ولها أسباب مرضية. الأسباب الفيزيولوجية الطبيعية منها مثلا وجود جفاف أو عدم تزلج أثناء أداء العلاقة الزوجية، فمثلا إذا كانت الزوجة تجاوزت سن معين يحدث انخفاض في الترطيب المهبلي، بمعنى أن الإيلاج يكون فيه شيء من الجفاف واحتكاك الأسطح ببعضها، وعلاج ذلك سهل للغاية بما في ذلك المزلجات وبما في ذلك تشخيص سبب الجفاف إذا كان السن أو نقص هرمون الذكورة لدى الزوجة. ثم إن هناك أيضا أسباب فيزيولوجية أخرى مثل الانتصاب المتكرر المستمر في حدود طبيعية بالنسبة للشباب أو الصبيان، ونلاحظ هنا أن الانتصاب المستمر له أسباب أخرى مرضية سنتحدث عنها لاحقا، لكن تكرار حدوث الانتصاب مع الملابس الضيقة قد يؤدي إلى بعض الآلام. كل ذلك أسباب طبيعية، منها أيضا العلاقة الزوجية الحميمية التي فيها شيء من التعنف. هذه هي الأسباب الطبيعية. أما الأسباب المرضية فمنها أولا الإصابات المباشرة، ثانيا حدوث التهابات بولية أو تناسلية سواء منتقلة جنسيا أو غير منتقلة جنسيا. فمثلا إذا كان هناك التهاب بولي أو التهاب بغدة البروستات، فإن ذلك قد يؤدي إلى آلام بالعضو الذكري، وتشخيص ذلك هو بإجراء اختبارات للسوائل التناسلية، السائل المنوي والبول والبروستات، وإذا وجد بهم صديد، والصديد هنا عبارة عن خلايا مناعية تزيد في العدد لتجابه هذا الالتهاب، إذا وجدت خلايا صديدية فوق مستوى معين عددا، في هذه الحالة نجري ما يسمى باختبار المزرعة والحساسية. هذا الاختبار يختبر مضادات حيوية مختلفة ومدى تأثيرها على الميكروب أو البكتيريا الموجودة بالسائل المنوي أو البول أو البروستاتا. فنختبر عدة مضادات حيوية معملياً ونتأكد أي هذه المضادات الحيوية هو الأكثر فعالية في علاج هذه البكتيريا والقضاء عليها، ومن ثم يكون علاج الالتهاب. ويلاحظ هنا أنه إذا وجد التهاب تناسلي لدى الزوج فإنه بطبيعة الحال يكون عند الزوجة نتيجة العلاقة الحميمية، فتنتقل هذه السوائل من هنا إلى هناك، ولذا ينبغي اختبار الزوجة أيضا للتأكد أنها ليست حاملة لهذا الميكروب، وإذا وجد الميكروب لديها أيضا يعالج، ويتم استخدام الواقي الذكري أو العزل أثناء العلاقة الزوجية لحين التأكد من شفاء الزوج والزوجة من هذه الالتهابات. كما نلاحظ أيضا أن التهابات البروستاتا تأخذ وقتا في علاجها أكثر من التهابات السائل المنوي أو البول، ذلك لأن البروستات محاطة بغشاء يسمى blood prostatic barrier يقلل من نفاذ المضادات الحيوية إلى البروستات، ومن ثم وجوب التداوي لفترة أطول. هناك أيضا التهابات أو أمراض منتقلة جنسيا نتيجة مثلا علاقة لا قدر الله خارج نطاق العلاقة الزوجية أو ما إلى ذلك، وهذا بالطبع له طريقة أخرى في التداوي، ويستدعي إجراء اختبارات جميع الأمراض المنتقلة جنسيا للزوج والزوجة للتأكد من خلوهما من هذه الأمراض أو علاجها إن وجدت. ثم إن هناك الحصوات البولية. الحصوات البولية تمنع مرور البول بصورة طبيعية، ويحاول مجرى البول أو الجهاز البولي طرد هذه الحصوات عن طريق انقباضات. هذه الانقباضات يستشعرها المريض على هيئة ألم، وهذا الألم ينتقل من الجهاز البولي يرحل إلى العضو الذكري أو الخصيتين في بعض الأحوال، ما يسمى بالألم المرحل أو referred pain، حيث أن الجسم هو شبكة عصبية واحدة، فإذا كان هناك مرض في مكان معين فإن ألم هذا المرض قد يرحل إلى مكان آخر ويشعر به المريض في مكان آخر. مثلا إذا كان هناك التهاب مثلا بالأسنان أو بالضروس فقد يشعر المريض بصداع، ألم بالرأس، فإذا الالتهابات الحصوات البولية قد تؤدي أيضا إلى ألم بالعضو الذكري. ثم إن هناك آلام نتيجة التهابات جلدية خارجية، فكثير من الناس يصابون بالتهابات نتيجة بكتيريا أو نتيجة احتكاك شديد أو نتيجة فانجس، وهو أيضا ما يظهر بسهولة عند الفحص ويعالج على هذا الأساس.
نأتي لبعض الأمراض التي يعني المعلومات عنها شحيحة لدى المجتمع العام، لكننا درسناها وفهمناها وعالجناها في آلاف المرضى. أمرين، الأمر الأول هو ما يسمى بالبيرونيز ديزيز أو مرض بيروني، والثاني هو ما يسمى ببرايبيزم. الأول بيرونيز ديزيز هو عبارة عن تليف أو تحجر في أنسجة القضيب المقطاطة. القضيب مصمم أو خلقه الله سبحانه وتعالى على أن يكون لكي يكون مطاطا يتمدد ويرتخي. بايرونيز ديزيز أو مرض بايروني هو تحجر أو تيبس في هذه الأنسجة، يحدث في مكان ما في القضيب دون الآخر. فإذا حدث انتصاب وتمدد، يتمدد القضيب بحرية في كل أماكنه إلا في ذلك الموضع، مما يؤدي إلى ألم، ثم يتطور الأمر إلى شيء من الاعوجاج أو الانحراف في اتجاه ما هذا المرض بايروني، كما يحدث قصر، ويتبع ذلك ضعف في الانتصاب. التشخيص المبكر لهذا المرض يتيح فرصة العلاج الدوائي في مراحله المبكرة. العلاج الدوائي قد يؤتي نفعاً في المراحل المبكرة في العام الأول من مرض بيروني. أما إذا تطور الأمر وتجاوز سنة أو سنتين من بدايته، فإن العلاج الدوائي لا يصلح ويتوجب التدخل الجراحي. مرض بيروني self-limiting يعني يتوقف ذاتياً بعد مرور عام أو عامين، وهذا هو السبب في أن العلاج قد يصلح في بداية العام الأول أو الثاني بالأكثر. لأما إذا استقر مرض بيروني وتوقف عن التطور وزال الألم، تتبقى آثاره من ناحية التقوس أو من ناحية انخفاض الطول أو من ناحية ضعف الانتصاب، وهو ما قد يعالج جراحياً في بعض الأحوال. والكشف عن ذلك هو بالفحص المباشر وبإجراء الأشعة التلفزيونية السونار الجوشنوغرافي على العضو الذكري، فيتبين ما إذا كان هناك مرض بيروني أم لا. وفي أغلب الأحوال إذا حدث مرض بيروني فإنه يحدث عادة فوق سن 40، ومن النادر أن يحدث في سن مبكرة. وأخيرا نختم بمرض يسمى برايبيزم. برايبيزم هو عبارة عن انتصاب مطول أكثر من عدة ساعات مع وجود ألم، وله عدة أنواع، ما يسمى بهاي فلو برايبيزم أو لو فلو برايبيزم. الأكثر شيوعا هو لو فلو برايبيزم، حيث أن الدم يدخل العضو الذكري فيحدث انتصاب، إلا أن الدم لا يعود إلى الدورة الدموية العامة، فيبقى هذا الانتصاب مستمرا لعدة ساعات. وطبعا الدم دخل ولم يخرج واستقر داخل العضو الذكري، فينفذ الأكسجين من هذا الدم، فتبدأ الأنسجة الداخلية للعضو الذكري في التضرر، تتضرر هذه الأنسجة وتفسد، خاصة مع تكرار هذه المسألة. هذه تعتبر من الحالات الطبية الطارئة التي تستدعي التدخل الطبي السريع المباشر. فنبدأ في هذه الحالة بتشخيص السبب، وأيضا سحب الدم من القضيب وحقن مواد معينة لتسمح باستعادة الدورة الدموية، وذلك ينبغي أن يتم قبل مرور 6 ساعات من بداية المرض أو من بداية الانتصاب. وفي بعض الأحوال يحدث هذا الأمر ولا يشعر المريض بوجوب زيارة الطبيب نتيجة عدم علمه بوجوب ذلك، وهذا هو دورنا التوعية. أحياناً يحدث هذا الأمر بينما المريض لا يعلم أنه ينبغي أن يتوجه إلى الطبيب. هذا الأمر في هذه الحالة قد يستدعي التدخل الجراحي في بعض الحالات. طبعاً نرحب بكم بزيارتنا بمستشفانا المتخصص في هذه المسائل بالقاهرة، مستشفى كمال شعير، كما نبشركم بأننا نجري استشارات طبية عبر الإنترنت من الرابط الموجود في الديسكريبشن أو الشرح للفيديو أدنى. وطبعا نرحب باشتراككم في قناتنا وتفعيل الجرس للحصول على إشعار عند إصدار فيديو آخر توعوي. ونسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.